يعني ما عنديش باسبور دبلوماسي مصري يعني. بتحبي يكون عندك باسبور مصري دبلوماسي؟ لا انا عندي اللي بكفي. بعرف على راسنا وعيننا، وبعرف انه الجزائري وغلاوه الباسبور، بس بحكم اقامتك بمصر سنوات عديده و انا ما بطلبش حاجه، ودي مش عندي مش حاجه مهمه في حياتي على فكره. يعني مش عيب ان الواحد يوقف شويه عشان يستنى باسبور. شو بتقولي لميال الحناوي الليلي؟ والله